احتفلت رعية كنيسة قلب يسوع الأقدس تلال العلي بعمان بعيد العائلة المقدسة والأحد الأول من زمن الميلاد، حيث شارك الحضور من المؤمنين بقداس احتفالي أقيم بهذه المناسبة. إلى المزيد. احتفلت مجموعة العائلة المقدسة التابعة لكنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بالعاصمة عمان بعيد العائلة المقدسة الذي تزامن مع عيد الميلاد المجيد. وقد حضر الاحتفال الذي تضمن قداسا إلهيا ترأسه الأب علاء مشربش راعي الكنيسة عدد بهي من المؤمنين القادمين من داخل عمان وخارجها. وتحدث الأب مشربش في عظته عن دور العائلة المسيحية المقدسة في بناء مجتمع مسيحي متماسك ومساهمتها الفاعلة في تقدم المجتمع ونهضته، مستذكرا ما ورد في الكتاب المقدس عن قدسية الزواج الذي يؤدي إلى ظهور عائلات متماسكة تشكل النواة لمجتمع إيماني صادق، كما شكر أعضاء المجموعة على نشاطاتهم الرعوية خلال العام المنصرم. إذا احتفلنا اليوم بعيد العائلة المقدسة، هو الأحد الأول من زمن الميلاد. احتفلنا بهذا العيد اليوم وصلينا من أجل جميع العائلات لحتى يكونوا فعلا على مثال العائلة المقدسة، عائلة الناصرة. إنه أيضا اليوم بشكل خاص لنا عن نية العائلات المفككة اللي بتمر بأزمات، حتى فعلا مع نور الميلاد يشع نور جديد في وسط الظلمة، في وسط الألام والأحزان اللي بتمر في هاي العائلات. وأيضا بالتزامن مع هذا العيد يصادف عيد مجموعة العائلة المقدسة أم النور في رعيتنا في تلاع العلي. صلينا معهم، صلينا من أجلهم اليوم عنية هاي المجموعة اللي هي فعالية رعوية في كنيستنا، بيجوا وبيجتمعوا كل يوم 3 الساعة 7:30 حول كلمة الله، وبيحاولوا فعلا ينموا الحياة الروحية أعضاء المجموعة. اليوم إذا بنفتتح من جديد بعيد جديد مع العائلة المقدسة هذا الزمن الميلادي، وبنختم سنة 2018 مع هذا العيد اللي بنقدم حياتنا من جديد مع مغارة بيت لحم مع العائلة المقدسة. بتمنى للجميع سنة سعيدة جديدة، ميلاد مجيد، كل عام وأنتم بخير، ولد المسيح، هللويا. وأكد أعضاء العائلة المقدسة المشاركون بالاحتفال الذي تضمن أيضا مسابقة بعنوان الكلمة صارت جسدا أن مجموعتهم يلتقون حول الكلمة مرة واحدة كل أسبوع، وهم موزعون في الكثير من مناطق المملكة، كما أنهم مهتمون على وجه الخصوص بالتنشئة الروحية للأفراد والعائلات وبقراءة الكتاب المقدس وعموم المواضيع الأبوية والروحية والإيمانية. من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم، ومن احترم أمه فهو كمدخر الكنوز. من أكرم أباه سر بأولاده وفي يوم صلاته يستجاب له. من احترم أباه طالت أيامه. تحتفل الكنيسة اليوم بعيد العائلة المقدسة، واللي هو كمان العيد الخاص بمجموعتنا، مجموعة العائلة المقدسة اللي هي موجودة في الأردن وموجودة في عمان وخارج عمان. مجموعتنا لها برعاية قلب يسوع الأقدس حوالي 7 سنوات، هي مجموعة فعالة بتهتم بالتنشئة الروحية للأفراد وللعائلات، بتهتم كمان بالمسيرة الإيمانية للفرد وللعائلة. عندنا قراءة للكتاب المقدس، التأمل فيه، بالإضافة لأعمال الرحمة والتفاعل على كافة الأصعدة بنشاطات الرعية. قداسنا اليوم كان قداس احتفالي شارك فيه كافة أعضائنا. رحبنا كمان بالأعضاء الجداد واحتفلنا فيهم، وأعلننا كمان النتائج المسابقة، هي مسابقة الكلمة صار جسدا اللي احنا نظمناها خلال الزمن الميلادي. منحب نعيد عليكم، لكم كل عام وانتم بألف خير، منا لكم سنة سنة سعيدة جديدة للكل بال2019، وكل عام وانتم بألف خير، وشكرا لكم.